ناس تبيع وناس تخون، ناس تبيع وناس تخون، وشلون القلب يطمن. نسوا خبزي وعوم الحين، نسوا خبزي وعوم الحين، يا أكبر بالقلب صدمة. على هذا الماء يغير النفوس، هذا الماء يغير النفوس، واقع أعوج ما يتعدى. اعطيه لسكرتيرك ومشي الاوراق وظبط لي كل شيء، تمام؟ المعاملات تبعتي على المكتب تبعي وانا بشوف شو بصير. بابا. ايه بابا. خلينا نطلع شي مشوار ولا بدك تطلع؟ بابا عم بحكي مع الزلمه هلا. ماشي خلي صدق للشوفير. يا بابا عم بحكي مع الزلمه هلا. بعطيك إيه شيء وانا شوي تلاقي. يا بابا لحظه، يا بابا انا عم بحكي مع الزلمه هلا. ليك انا شوي وبرجع بحكي معك، ماشي خلي. ما بعت لي كل شيء على المكتب، المعاملات هدول والسندات بعته للسكرتيرة. تمام، باي باي. ايه بابا ده الشوفير تبعنا، خليه ياخذ لي مشوار. اي شوفير؟ قصدي الشوفير تبعك. طب الشوفير تبعي انا هان، انت شو خصك فيه؟ ايه ما بقصر، خليه ياخذ لي مشوار. يا بابا مش وقته هلا. لا وقته، بدي روح والله دا اتخلع من البيت. طيب ماشي يا بابا ولا يهمك. تكرم يا تايم، منيح هاي؟ ايه محمد، ليك جيب السيارة وتعال لعندي، خد لي تايم هيك على شي مول، على شي جنينة حديقة العاب. ايه اذا في حديقة حيوانات روح فرجي هيك، خليه يشم هوا. ماشي حبيبي، ناطرك انا. باي باي. تمام هيك يا بابا؟ بابا تأخر الشوفير، شو صار معه؟ يلا بابا هلا شوي بيجي، معليش. ماشي يا تايم. السلام عليكم. هلا حبيبي، كيفك يا باشا؟ هلا محمد، كيفك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. كيفك محمد؟ بدي تاخذ لي تيم على شيء مول، شيء حديقه حيوانات، شيء مدينه ملاهي. ايه فسح لي اياه، بس اهم شيء دير بالك عليه وما تغيب عنه ولا ثانيه. اوعك تكرم عيونك. عندي تيم انا بديني كله. تكرم عيونك. ماشي حبيبي، اتكل على الله. ليك تيم، خد لي هدول. بدك تشتري شيء، بدك تاكل شيء، معك مصاري. ماشي خذوا على شيء مطعم، خليه يتغدى. ماشي حصل حبيبي يا محمد. تكلم. الله معكم. باي. يلا باي. باي. شوف حبيبي.
تعرف يا باشا. ليك يا محمد، إذا بتجيب سيرة لأبو شو بدي أعمل هلا؟ بخليه ضدك يجيب واحد غيرك، امشي وراك. ماشي. الله يهديك يا ابني، الله يهديك. بعد عني شو بك دابق فيني؟ بدي آخذ راحتي. لا أنا أبوك قال لي ظل قاعد بجنبه. خذ هاي المصاري وبعد عني. خلي مصرياتك عندك، انا ما بحسن بتركك بالمره، ابوك هيك قال لي. اعمل اللي بدك اياه، انا قاعد جنبك ما راح اتركك. ايه راح اعمل اللي بدي اياه، بس انا حذرتك. سيك شو عم تدخن كمان؟ انا ما بدخن. ايه مين قال لك هي لك؟ بس بدي اشتغل لي اياها. انا ما بدخن. هات الباكيت لهون. خليتها، خليت الباكيت لهون. أنا برجيك يا خدام. أنا برجيك يا خدام. استنى يا تيم، لا تمشي لحالك، استنى. استنى يا تيم، استنى، احترم الأكبر منك. نزل إيدك عني ولا، شو مفكر حالك؟ أنت شفت خدام عندي. خدام؟ إيه خدام. عم تضربني يا تايم؟ ايه بضربك، كسر راسك. طيب ماشي، روح انا اوصلك عند ابوك. لا سلامة، وصلتوا؟ كيف المشوار انبسطت؟ شو انت مبسوط؟ يا معلم انا بدي اترك الشغل. ليش يا محمد تترك الشغل؟ صار شيء معك؟ في شيء؟ لا ما صار شيء، بس حاسس اني ماني مرتاح بالشغل. هيك فجأة؟ سالي عم تشتغل عندك 25 سنة صح؟ صح. شي مرة سمعتني خنت الأمانة؟ لا طبعا. شي مرة سمعتني اني نهبت؟ لا أبدا. شي مرة سمعتني اني سرقت؟ لا 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 طبعا لا. لا طبعا يا محمد، انت امين وانا بأمن لك على دمي يا محمد، وانا بعرف هذا الحكي كثير منيح يا محمد. لكن يصير يا معلم واحد قد اولادي يضربني كف قدام العالم؟ انت مين ضربك يا محمد؟ ابنك تيم ضربني قدام العالم. شو عم تقول؟ تيم انت شو عملت؟ انا ما عملت شيء. تعال هون. تيم عمل لك، تعال هون. لك وقف. تعال معي يا محمد. محمد انت خدمتني 20 سنة، تمام؟ انا هلا بهالوقت هذا عم بقول لك روح اضربه لتين. لا يا محمد انا عم بأمرك روح اضربه لتين. لا يا انا ما بمد ايدي على ابنك يا محمد. انت ما بدك مد ايدك على ابني؟ لا. طيب ماشي. تيم تيم عم بحكي معك، رد علي. نعم بابا. انت كيف تغلط على الزلمه من جيل ابوك؟ ايه بس ابوي ما انا خدام. خلاص بك. هذا الزلمة اللي عم تحكي عنه خدام، هسه له 20 سنة عم يخدم عنا، عز صديق عندي. أبوه كان عم يخدم عند أبوي. أنت كيف تسترجي تغلط عليه؟ بدك تروح تعتذر منه هلا، عتفهم؟ تعال عنده. بدك تعتذر منه لعمك. ماشي؟ شو فهمت؟ يلا اعتذر لشوف. أنا آسف عمو، بتمنى إنك تسامحني. أنا سامحتك يا ابني، سامحتك. مثل ما قال أبوك، نحن تربينا سوا وعشنا سوا. سامع الكلام؟ بدك تكون محترم مع عمك. اتمنى انك تسامحني عمك. انا سامحتك يا عمي، بس ولد قد اولادي يضربني كف، يعني جرحتني كثير يا عمي.
ناس تبيع وناس تخون، ناس تبيع وناس تخون.